بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا كرام مرة أخرى. إن شاء الله النهاردة هتكلم على حاجة جديدة جدا في الأسكيلات، أو إنك ممكن تستخدمها مع الـ API أو تستخدمها مع أي حاجة. المهم إن الطريقة دي هتقدر تنجح فيها بإنك أنت تهندل الداتا. تخيل معايا لو أنا عندي مثلا مليون ريكورد في الداتابيز بتاعتي، سواء كانت على أسكيلات أو على مثلا فايربيز أو على الـ API مثلا. فهل يجوز ان انا دفعة واحدة ادخل المليون ريكورد دول عندي؟ انا حاليا انا حاطط حوالي 119 ريكورد، اوكي. فهنشوف الطريقة ان احنا مثلا نعرض عدد ريكوردات في كل مرة بيحصل فيها انفينيت لوب، انك يعني بشكل اوتوماتيكي بتحرك السكرول للداون مثلا او للاب، وبيوصل معاك لاخر ريكورد بالطريقة دي. طبعا انا لسه ما عملتش اي حاجة فهشرحها معاك. لاحظ في زي ما انت شايف كده في افكت، اول ما بتسحب للاعلى بيطلع فيه كده افكت باللون الازرق. الافكت ده معناه ان هو نهاية السكرول، هنا مفيش اي داتا تانية هتظهر. فاحنا هنشوف ازاي في الدرس ده نعمل السكرولز، كل مرة نعمل فيها سكرول يلود داتا من الداتابيز. يعني انا عندي مليون ريكورد، فكتير قوي هيبقوا كتير على الرام في الموبايل، فانا عايز اعرض بشكل بسيط كده وسهل عدد معين في كل مرة بعمل فيها سكرول. فده برضو بيبقى موجود في تطبيقات زي الفيسبوك، تويتر، اي تطبيقات بتتعامل مع الداتا الكبيرة، فبتعرض مجموعة من الداتا بشكل منتظم. طيب انا هنا جيت عدلت على الكود بتاعي، وانت الكود عندك قبل كده موجود، اضفت بس ان انا حطيت الاي دي بالطريقة دي جنب الداتا اللي طالعة، ما عملتش حاجة أكتر من كده، أوكي؟ طيب هنشوف إزاي بقى نستخدم الـ Event Listener أو الـ Add Listener مع الـ List View Builder، أوكي؟ List View Builder بيكون لي Controller، أوكي؟ Controller، أوكي؟ الـ Controller ده هو اللي نقدر من خلاله نقدر نتعامل مع اللي هي الـ Event اللي بتحصل في الـ Scroll. يقول لك إن هنا End Scroll، ان ما فيش حاجه فوق فبيطلع لك الافكت ده. فاحنا عايزين نوصل لحاجه اسمها ماكس سكرول اكستنت، اوكي. مبدئيا هنا انا هعرف الكنترولر بتاعي وهطلع فوق اعرفه، مفيش اي مشكله. فهاجي هنا هسميه مثلا ماي داتا، اوكي، هسميه كده ماي داتا مثلا فيو، اوكي. هاخد انا المتغير اللي لسه هبدا انشئه هنا في المنطقة دي، أنا هعمل التايب بتاع المتغير هيكون اسمه scroll controller، اسم المتغير my data view equal scroll controller instance بالطريقة دي. طيب الكنترولر ده أو السكرول كنترولر ده منين، أو إزاي أقدر أعمل تشيك إن أنا بعمل انفنت للأعلى، أو إن أنا بسحب السكرول للأعلى أو للأسفل؟ ده من خلال حاجة اسمها الاد ليزنر. الاد ليزنر ممكن استغلها جوه الانت ستيت. هنستخدم معاها برضو حاجة في الديسبوز عشان نقدر نعمل كلين لكل سكرول بيحصل. فهاجي هنا اقول my data view dot، ركز معايا بقى، add listener بالطريقة دي، اوكي. وبيكون في قيمة ممكن نستخدمها، او ان احنا على طول anonymous function، وشغلنا هيكون جوه الـ anonymous function، اوكي. هقول f ان الـ my data view dot position dot pixels، ايه اللي هيحصل؟ equal equal، ان هي تساوي تساوي الـ my data view dot position dot max scroll extent. طيب ده معناه ايه؟ خلينا نيجي هنا نقول print، ونقول هنا end scroll، اوكي. خلينا نعمل hot reload ونوصل للداتا، او نوصل للداتا هنا، خليني ارجع واوصل لاخر السكرول، او خليني اعمل زي limit data. طيب نعمل limit data، هنا عندي الداتا بتاعتي get data then result. طيب ادي الجيت داتا، وهنا لاحظ
ده في حالة ان انا بجيب حسب الاي دي، او في حالة ان انا بجيب كل الداتا. فهنا هقول order by اي دي ديسك. لو جيت هنا بصيت هلاقي عندي حاجة اسمها limit، فكل مرة اعرض لي مثلا عدد معين، فهقول له اعرض لي مثلا 10. اوكي طيب خلينا نعمل هوت ريلود، يعني ارجع باك ونروح show all notes، هيطلع لي 10 قيم بالطريقة دي. هاجي بقى هنا على ال show all notes، هيطبع لي المفروض ان هو يطبع لي الجملة اللي هي end scroll هنا في ال console بتاعي. اذا لو جيت هنا عملت سحبت كده، خليني اعدل هنا واقول مثلا 21 قيمة مثلا، هاجي هنا اقول 21 قيمة. اوكي اعمل hot reload مرة تانية وهطلع وهرجع على show all notes مرة تانية. اوكي هعمل scroll، لاحظ اول ما جيت عند ال end scroll، لاحظ قال لي end scroll، لاحظ اول ما هعمل effect هيطبع لي اللي هي ال end scroll، وده معناه ان هو انت وصلت لنهاية ال scroll في ال last view. ده بال event اللي احنا كتبناه من شوية اللي هو بال add listener. طيب في حاجة عكسية، ان انا اقول else if ان ال my data dot position dot pixels equal equal my data position dot min scroll extent. اوكي هقول هنا print، هقول start scroll. اوكي سوري start هنا مش مظبوطة، start scroll. ده معناه ايه؟ ان انا لو سحبت للاعلى، يعني لو انا في الاسفل دلوقتي هنا، اوكي هيطبع لي end scroll في الكونسول. خلينا نطلع على الشو، نطلع بره ونخش على الشو النوتس مرة تانية. اوكي وجيت هنا سحبت للاعلى، لاحظ start scroll. طبعا مش عارف عندي هنا لاج غريب بس مش مشكلة. اوكي ده اول افكت. نيجي مرة تانية ننزل للاسفل، هيقول لي end scroll. اذا دول اتنين ايفنت من خلالهم اقدر لو انا عايز اجيب الداتا وهو بيسكرول للاعلى هيقول لي start scroll، وهو بيسكرول للاسفل هيقول لي end scroll. فهنا بقى ال add listener اقدر استعملها في ان انا اتعامل مع الداتا اللي جاية من ال get data method، واقول له ان اطبع لي قيمة اكبر where. اوكي where هنا هنستخدمها في ان انا اقول له هات لي قيمة مثلا، لو انا هنزل مثلا من الاحدث للاقدم. اوكي يعني انا عندي اول قيمة احدث قيمة اللي هي 119، لان انا هنا قايل له order by id desk اللي هو حسب احدث قيمة. لكن لو نزلت انا بنزل للاسفل بحسب اقدم قيمة، فبالتالي انا ممكن انقل الداتا اللي جاية من هنا، اوكي اللي هي load data، طبعا انا حطيتها فين؟ في ال init state. تمام فانا محتاج اللود داتا اول مره تطبع، وبعد كده اعمل سكرول اشغل اللود داتا وابعت معاها الاي دي، فبالتالي هاخد نفس اللود داتا. وخلينا على الاند سكرول، خلينا في البرنت وهاجي هنا اقول لود داتا. اي نعم لما هاجي اشغل اللود داتا مره تانية هيطلع لي نفس الداتا، بس خلينا نعمل هوت ريلود مره تانية ونطلع ونرجع على ال show all notes. تمام ونيجي هنا نعمل scroll down scroll down، لاحظ كرر الداتا مرة تانية 99، رجع عدل مرة تانية 119، بيكرر معايا الداتا بشكل لا نهائي. بس انا عايز اعرض الداتا القديمة، فبالتالي هنا ممكن اعدل على الميثود وابعت فيها داتا تكون optional. ان انا ممكن اجي هنا هقول last id، خلينا هي اقول من نوع انتجر اخليه equal null. اوكي اذا هاجي هنا لو جيت في اللود داتا هيقول لي last id هو required ولا optional؟ لا هو optional. اوكي اذا لو جيت هنا استخدمت last id، هنا بيقول لي ان المتغير يعني شايف ان هو ما يكونش مستخدم بصيغة يعني فيها النل او النل ليبل، لان هو من نوع انتجر، مش مشكلة ممكن نخليه كده.
اوكي، لان هو هنا مش required برضو بنفس الطريقة. اذا انا محتاج استخدم المتغير ده في حالة ان هو بدأ يجيب داتا، ابدأ ابعت الداتا هنا في ال get data، او ان انا اروح اعمل هنا لاحظ ID. اوكي، ده بحسب ان انا بعرض one result، لكن انا عايز اقول له بقى هنا بارامتر تاني هبعته هيكون برضو من نوع مثلا integer، وهقول last ID برضو هيكون خالي كده بالطريقة دي، وهعمل شرط هنا ان انا استخدم فيها ال last ID. اذا هاجي هنا على ال show all notes هستخدم ال last ID هبعته هنا بس. اوكي، بس خلينا نجي هنا لاحظ last ID وهطبع له ال last ID اللي جاي من ال load data. في حالة ان هو تم تنفيذه هيبعته ويبدأ يطلع لي الداتا من حسب اخر قيمة. طب ال last ID ده هجيبه منين؟ هجيبه من اخر داتا موجودة في الداتا ليست بتاعتي اللي هي دي، اللي هي هنا مطبوع فيها الداتا. انا نزلت على الليست فيو اهو، هلاقي ان انا بتعامل مع الداتا فاريبل اللي هو نوع الليست. هجيب اخر قيمة موجودة هنا وابعتها واجيب الاي دي بتاعها بكل بساطة. اذا اعملها ازاي دي؟ بكل بساطة هاجي هنا ادي الداتا دوت لاست، عارفين اللاست وخدناها في الدارت بكل بساطة، بس هاجي هنا هقول لاست اي دي داتا. طيب خلينا نشيل اللاست ونطبع الداتا زي ما هي، نشوف هيطبع معانا ولا لأ. نرجع مرة تانية show all notes، ننزل سكرول داون، طبع الداتا هنا احولها لتو ليست واجيب الداتا بحسب لاحظ 119 دي اول قيمة، عايزين نجيب اخر قيمة. او ممكن احنا بقى عشان نجيب يعني كفكرة ومن ضمن الافكار نجيب اخر قيمة، هنقول له data dot length minus one. تمام، يجيب اخر قيمة، يجيب مجموع القيم ناقص واحد بحيث ان انا يطلع لي الداتا اللي انا عايزها واخد منه الاي دي. لاحظ هنزل كده، لاحظ جاب لي الاي دي 99. اذا هاجي بقى اخد اللي هو بقى ايه الاي دي، فهاجي هنا هقول له هات لي الاي دي. طيب خلينا نشوف، يرجع صار عندي لاج غريب. اوكي طيب نخش show all notes مرة تانية، ننزل تحت جاب لي 99. اذا هاخد بقى الرقم ده، طبعا هيكون من نوع انتجر، وهاخد الرقم ده واروح ابعته بقى فين؟ في اللود داتا. هاجي هنا اقول لاست اي دي وهطبع له اللاست اي دي اللي هو 99، هقول له هات لي اصغر من ال 99. طبعا يعرض لي 10 قيم. اذا هروح بقى على الكويري بتاعتي، ادي اللاست اي دي، طبعا انا اول حاجة عندي بيعرض 21 قيمة، هنخليها مثلا 19 او 18 قيمة. بس هاجي هنا هقول اف ان اللاست اي دي اكبر من صفر، ايه اللي هيحصل؟ هيبعت لي كويري else، هيطبع لي نفس الكويري بشكل عادي اللي هي اول مرة. تمام، طيب هاجي بقى هنا المفروض ان انا هقول له where ال ID اصغر من ال ايه بقى ال last sorry last ID. تمام، هجيب لي 18 قيمة اصغر من ال ID. طيب تعال نجرب نعمل hot reload، طبعا في طرق افضل من كده بس انا بديك البيزك اللي تخليك تقدر تنفذ بيها الفكرة. تمام، ادي show all notes sorry error، نشوف ايه هو. هو هنا شايف ان، طيب هنقول f not يساوي null. اوكي f not يساوي null، and خلينا نقول last id اكبر من يساوي، او هنقول dot is
هنقول is not noun, not a number. Okay. أو okay. طيب خلينا نعمل hot reload مرة تانية. هنا قلت له إذا كان لا يساوي null. Okay, لأن هو مش مبعوث فممكن نشوف في ال error ده. طيب نرجع نقول show all nodes. Okay, طلع لي الداتا أهو. إذا كان ال last ID في ال query بتاعتي not يساوي null, و if not is نان يعني is not number يعني لازم يكون رقم. اوكي يعني هو لازم يكون رقم. تمام. طيب تعالى بقى نشوف, ننزل سكرول مرة تانية اهو 99. لاحظ طلع لي 97 96 95 وانا اللي ماشي 88 6 اهو السكرول شغال. طبعا هنا في هيحصل ريكوستات كتيرة مع بعض لأنك عمال تعمل سكرول سكرول سكرول, فالكويري عمالة تيجي ورا بعض. المفروض يحصل مثلا زي لودينج بيحصل, يقول له مثلا جاري التحميل أو جاري تحضير البيانات, بحيث أو يحصل زي سيركل كده فيها أنيميشن لما نيجي ندرس الأنيميشن إن شاء الله عز وجل. لكن إحنا حاليا هنا شفنا بالطريقة دي إزاي نطلع الداتا بشكل بسيط, هيطلع عدد قيم معينة لكن كل ما بتنزل بيطلع لك قيم أكتر بشكل مرتب. كمان ممكن نيجي هنا نشوف بقى واحنا هنا في السكرول نعمل برنت للقيمة دي. فنبدأ بقى نعمل سكرول, خلينا نرجع ورا ونرجع تاني على الشو اول نوتس ونشوف القيم اللي هتطبع الاي دي اللي هتتبعت هنا. لاحظ سكرول 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 ما عملتش هوت ريلود, سوري. نعمل هوت ريلود مرة تانية. اوكي طيب شو اول نودز مرة تانية سكرول. لاحظ 102 سكرول داون داون. لاحظ 84. لاحظ سكرول داون سكرول داون 66. لاحظ لاحظ 48. الاي دي اللي انا بجيب اصغر منه على طول بالشكل ده 30. لاحظ 20 الى 0. لاحظ مفيش اي داتا رايحة او جاية لان اخر قيمة عندي هي 20. لاحظ اخر قيمة عندي هي 20. اذا بالطريقة دي احنا عرفنا ازاي نتعامل مع الـ Add Listener, وفي نفس الوقت فهمنا ازاي نتعامل مع الـ Query ان احنا نطلع الداتا بشكل منظم القيم الاقل. طبعا ممكن نستخدم القيمة بشكل عكسي مع الاب, يعني نعكسها نخلي مثلا ان ده هنخلي هنا نقول ask وهنا نقول ask وهنا هنقول القيمة اكبر من الاي دي. اذا هننقل الداتا بتاعتنا اللي هي موجودة هنا هنجيبها هنا في start scroll بحيث ان احنا لما نسحب scroll للاعلى للاسفل يطلع لي الداتا بتاعتي. اذا هنا لاحظ بقى انا هقول له هات لي بقى القيمه. طبعا خلينا ناخد الداتا دي هنا بس نسخه كده اوكي, وهنا هقول اخر قيمه. تمام نعمل هوت ريلود نرجع مره تانية ونروح بقى على الشو اول نوتس. لاحظ جاب لي 20 21 الى احدث حاجة, بس في الاسفل مفيش. انا بسكرول للاسفل ما بيطلعش اي داتا, لكن لو جينا للاعلى للاعلى وهنا بيقاد الداتا. تمام بيقادها لتحت, يعني لما جينا سحبنا سكرول للاعلى بيقادها لتحت. اوكي احنا عايزينه يقاد الداتا بس بصورة عكسية يعني بنلاقي سورتنج. يعني لاحظ اد اول اوكي, فالاد اول هنا بيضيف ان القيم اللي هي دي تنزل تحت القيم القديمة زي ما انت شايف 46 كفاية من فوق برضه. طيب احنا عايزين نخليه ان هو يعمل سورتنج يضيف للاعلى, يعني يضيف الداتا فوق ال20 والكلام ده كله. فاحنا ممكن نروح على اللاست فيو ونيجي هنا نقول ريفرس خليها ترو. اوكي طيب نعمل هوت ريلود نرجع مرة تانية
في بداية التطبيق show all notes، لاحظ نيجي هنا scroll scroll، لاحظ السكرول شغال معايا اهو، عامل reverse ان هو يوجه السكرول للأعلى، تمام. فطبعا انا عندي لاج غريبة كده على الجهاز، مش فاهم ايه هي، بس هي شغالة معايا. نوقف الدرس لحد كده ونيجي في الدروس اللي بعد كده ان شاء الله عز وجل ناخد حاجات متقدمة اكتر. هنا شفنا الريفرس ان احنا بنعكس وضعية الداتا بالنسبة لعرض الليست فيو بيلدر. في حاجة هنا بالنسبة للاد ليزنر، ان احنا محتاجين نعمل ديسبوز للداتا دي. هنيجي هنا هقول override void dispose، اوكي. ال dispose هنقول super dispose، وهاجي هنا هقول my data view dot dispose بالطريقة ده عشان نكلين الايفنتس اللي بتحصل على الرام اول باول، ما يعملش عندنا لود على الابليكيشن زي ما هو حاصل لود على الجهاز بتاعي دلوقتي. فده كان درس بسيط، اي نعم ممكن يكون طول شوية، لكن حبيت بس اعرفك ازاي تقسم الداتا بتاعتك. انت ممكن في كل حركة يحصل فيها اكستند للماكس او المين، انك تعمل متغير مثلا بترو اور فولس وتعمل له سيت، ان هنا مثلا تقول بول هنقول لودنج خليه فولس، اوكي. فاللودنج ده هتيجي اول ما يحصل الماكس سكرول هتقول له مثلا ان هو ايكوال ترو، مش هتستخدم طبعا هنا سيت ستيت لانك في الانت ستيت، اوكي. كذلك الامر ممكن تنفذه هنا على اللودنج، وممكن بعد اللودينج هنا في اللود داتا بعد ما يحصل عملية اللودينج هتيجي هنا وتقول لود داتا فولس، بحيث ان انت تعمل شرط ان تيجي هنا مثلا في الجملة دي تقول اذا كان اللودينج يساوي فولس، او ممكن نقول if not loading بالطريقة دي، حط question mark شغال للشو نوتس، لو يعني لودنج اشتغل قول له لودنج، اوكي. طيب نعمل هوت ريلود، نطلع بره، نرجع مرة تانية، هعمل سكرول للأعلى، هي المفروض تظهر اللي هي الجملة بتاعتي اللي هي اللودنج، اوكي. if not loading show notes اذا كان كذا بيظهر اللودنج. طيب هو انا في لاج عندي غريب الصراحة مش فاهمه، اوكي، نوعا ما عمل لي ايرور هنا مش قادر يظهر الجملة، لكن هي الفكرة زي كده. اول ما يحصل لودنج هيقفل show notes ويظهر اللودنج، اول ما اللودنج تبقى false على طول هيخلي show notes ظاهرة. إذا هنا ترو في حالة المين سكرول اللي احنا بنلود بيها الداتا، اوكي. وهنا بنقول له سيت فولس، وبالتالي كده احنا فهمنا معلومات قيمة ان احنا ازاي نلود الداتا بشكل منظم. بس انا برضو لحد دلوقتي تقريبا عندي مشكلة كبيرة في التطبيق، مش قادر اشرح الحتة دي، لكن خلينا في الدروس الجاية ان شاء الله نكون حلينا مشكلة الداتا اللي يعني بتحصل دي، ويعني نتعامل مع التطبيق بشكل اسرع من كده، لان انا الجهاز عندي عليه حاجات كتيرة مفتوحة. لكن اشوفكم على خير في الدرس القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، ونشوفكم على خير.